اهلا بيكم مرة تانية. دلوقتي هنمسك حرف الدي بس سايلنت. ايه الكلمات اللي فيها ايه الكلمات اللي بيكون فيها حرف الدي سايلنت؟ سايلنت دي هنلاقي حوالي شوية كلمات بس بنغلط فيها معظمنا. اول كلمة كلمة وسيم. وسيم بالانجلش يعني وسيم للولد للراجل، مش بيوتفول جميل للبنت. لا، وسيم يعني ايه؟ ما تقولش هاندسم، لا الدي ما تنطقش. handsome handsome man handsome boy، يبقى handsome handsome يعني وسيم، يبقى حرف الدي ما يتنطقش. كلمه بعد كده كلمه ساندويتش بالانجلش تنطق ايه؟ ما اقولش ساندويتش، لا الدي ما تتنطقش. سان 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 ويتش ساندويتش ساندويتش. I have five sandwiches. اوكي كده يبقى ساندويتش، ما اقولش ساندويتش. اوكي، بعد كده كلمة يوم الأربع الأربعاء ما تقولش Wednesday، لا الدي سايلنت. أو ليه Wednesday Saturday Sunday Monday ها Tuesday Wednesday 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 Thursday and Friday. بعد كده في كلمة إيه؟ الكلمة الصعبة اللي بينطقها معظمنا خطأ، كلمة منديل. المنديل يعني إيه؟ ما أقولش hand car chief هاند، لا الدي سايلنت. او ليه هانكرشف يبقى، او الهانج حتى الان فيها انج، هانكرشف. خلاص كده يبقى كلمه ايه؟ هانسوم، كلمه ساندويتش، كلمه وينزداي، كلمه هانكرشف. بعد كده في مجموعه من الكلمات لما تلاقي حرف الدي وراه حرف الجي، هما دايما بيجوا كده مع بعضيهم. حرف الدي جي الدي بيبقى سايلنت. نلاقي كلمة مثلا فريدج فريدج، ما اقولش فريدج، لا فريدج. الفريدج او اللي هي اختصار الفريجريتور الثلاجة، الدي سايلنت فريدج. في كمان كلمة ايه؟ ادج. عارفين الادج اللي هي الحافة، الطرف بتاع الشيء، الطرف، الانسان المتطرف اللي هو ايه دايما في الاكستريم، بنقول عليه في الادج الادج ادج. يبقى الدي جي دايما الدي سايلنت. طيب في كلمه جادج، جادج اللي هو يحكم، اللي هو القاضي يقضي او يحكم. جادج جادجمنت جادجمنت داي يوم القضاء، وبتترجم يوم القيامه جادجمنت داي. بعد كده في كلمه ايه؟ نوليدج، نوليدج المعرفة. اكنوليدج يعترف، بري نوليدج سابق المعرفة. يبقى الدي جي في الكلمات الدي بيبقى سايلنت. دلوقتي ناخد بقى شوية معلومات جميلة، some pieces of information يسموها ماستر بيسز، روائع في المعلومات. ناخد كلمة ايه؟ مجموعة من الكابيتالز العواصم التي تبدأ بحرف الدي. هلاقي عاصمة دمشقس دمشقس دمشق، هلاقي كمان ايه تاني؟ دكار دكار عاصمة، طبعا دمشق عاصمة سوريا، دكار عاصمة السنغال في افريقيا. هلاقي كمان دودوما دودوما الدودوما اللي هي ايه؟ دودوما دي عاصمة تنزانيا، كانت في الاول دار السلام. هنقول كل الجمل دي بالانجلش دلوقتي، كانت اول دار السلام، ودلوقتي بعد 96 1996 اتغيرت من دار السلام الى دودوما. بعد كده ناخد دبلن، دبلن عاصمة ايرلند، وناخد طبعا دبي، دبي عاصمة الامارات، وهناخد جيبوتي، جيبوتي دولة اسمها جيبوتي وعاصمتها اسمها جيبوتي. تعالوا كده نقول الجمل. ناخد كمان في ثلاث دول يبدأوا بحرف الدي. دنمارك، دنمارك عاصمتها كوبنهاجن. خدها في جملة دلوقتي، عايزك تحفظ العواصم دي، الدولة والعاصمة، جملة جميلة يعني حلوة في الاستخدام، حلوة في الحفظ، حلوة ان انت تستخدمها بشكل جميل. دولة مثلا غير الدنمارك قلنا جيبوتي، ودولة اسمها دومينيكا. ايه الدومينيكا دي؟ دومينيكا اللي هي في البحر الكاريبي في امريكا الشماليه. تعالى كده نقول الجمل بتاعتنا، يلا كده.
Damascus is the capital of Syria. Damascus is the capital of Syria. دمشق عاصمة ايه؟ سوريا. ناخد كمان كلمة دكار. دكار is the capital of ايه؟ سينيغال. 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 ناخد كمان دبي. دبي is the capital of Emirates. دبي عاصمة الإمارات. دبي is the capital of Emirates. بعد كده ناخد دبلن. دبلن is the capital of Ireland. Ireland. أقول لكم معلومة خطيرة جدا. اسكتلند وأيرلند وإنجلند كانوا الثلاث دول دول اسمهم بريتن اللي هي بريتش. كان اسمهم بريطانيا العظمى. وكانت الثلاثة دول عاصمتهم لندن. اتفكوا الثلاثة بقت ايه؟ اسكتلند وحديها وايه؟ وأيرلند وحديها وإنجلند وحديها. وكل دولة بيليها انجلش مختلف عن الانجليش التاني. يعني الانجليش ده مش هنقول بيه اللي هيحصل له بعد شويه كده. كمان ناخد كمان كلمه ايه؟ دوله عاصمه جيبوتي. جيبوتي از ذا كابيتال اوف جيبوتي. خلي بالك بعض الناس بتفتكر ان جيبوتي عاصمه الصومال. لا، مقديشيو از ذا كابيتال اوف صوماليا. لكن جيبوتي دوله از ذا كابيتال اوف جيبوتي في القرن الافريقي. ذا هورن اوف افريكا. طيب اخر حاجة ناخدها قلنا ايه؟ كوبنهاجن. كوبنهاجن is the capital of Denmark. is the capital of ايه؟ دنمارك. يبقى خدنا دلوقتي مجموعة الكلمات اللي فيها حرف الدي سايلنت. الدي جي اي كلمة فيها دي جي نطق اج، الدي بيبقى سايلنت. مجموعة من الكابيتالز، مجموعة من الكانتريز، الدول والعواصم التي تبدأ بحرف الدي. ناخد كمان شوية معلومات تاني جميلة. اوكي؟ okay.